السؤال اللي معنا أولا وابتداء عن 40 يوم التي يقضيها الأعور الدجال. يعني في الحديث أن الأعور الدجال مكث في الأرض، بما معناه مكث الأعور الدجال في الأرض 40 يوم، واليوم الأول يوم كسنة، أما اليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، أو باقي أيامه كأيامنا. فالسؤال يعني هذا اليوم اللي كسنة، ما هي هذا اليوم؟ ما هو هذا اليوم؟ وكيف يحدث هذا اليوم؟ يعني الإخوة بيحاولوا أنهم يفهموا، وإحنا تكلمنا في هذا الأمر في درس سابق، ولكن إخواني إن شاء الله نحاول أن احنا نجمل الفوائد في نفس الموقع لمن يسأل في هذا الأمر. عشان نقدر نفهم معنى اليوم كسنة أو كشهر أو كأسبوع، أول شيء نعلم ما هو اليوم. يعني إحنا لما نقيس اليوم، إحنا طبعا نتكلم عن يومنا وليس عن أي يوم آخر من الأيام المذكورة في الكتاب والسنة، وتكلمنا في دروس سابقة أن اليوم هي وحدة زمنية مقدارها يختلف من وقت أو من مكان إلى آخر. فمثلا في القرآن نذكركم أن هناك يوم في السماوات، يعني يوم في الجنة أو في النار، ومقدار هذا اليوم كألف سنة مما تعدون. في يومنا اللي احنا بنعيشه اللي بنقيسه ب24 ساعة، وفي يوم من المعراج اللي بنقيسه ب50,000 سنة، وفي يوم من الخلق من الأيام الستة. وقلنا كنتيجة للي بحب يقدر يرجع على دروسنا السابقة، يوم الخلق يساوي 2250 مليون سنة. هذه الأيام المذكورة في القرآن إضافة إلى الأيام يعني اللي مذكورة في الأحاديث، وتكلمنا في أيام الفترات الزمنية في الأحاديث أيضا، كما تقدر ترجع لهذه الأيام في بس نحضر هذا الأخ اللي عماله بيعلق. أنا معتاد أقول أخ، ولكن يعني هو من إخوة الشياطين وليست من إخوتنا. نحضره عماله بحط لنا أعلام دولة بني إسرائيل. طيب فنكمل إخواني إن شاء الله. يعني قلنا إنه هذه اليوم هي وحدة زمنية، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يكلمنا عن يوم من أيام الأعور الدجال، وبقول لنا إنه هذا اليوم مقداره قديش؟ سنة من وقتنا اللي إحنا منعيشه. أول شيء قلنا يعني نيجي لأيامنا اللي إحنا منعيشها. لما نقول يوم على الكرة الأرضية، كيف نقيس هذا اليوم؟ بنعرف إخواني إنه إحنا من ناحية علمية اليوم عنا يساوي الفترة الزمنية المنقضية في دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة، هذا شو بنسميه؟ اليوم. والشهر عنا في عنا الشهر القمري، وفي عنا الشهر الميلادي أو الشهر الشمسي اللي احنا بنستخدمه أو الإفرنجي. الشهر القمري هو مقدار الفترة الزمنية المنقضية من دوران القمر حوالين الكرة الأرضية، والسنة الشمسية، السنة الشمسية عنا هي الفترة الزمنية المنقضية في دوران الأرض حوالين الشمس. أما السنة الهجرية فهي 12 شهر هجري، يعني 12 فترة زمنية بدورها القمر حوالين الأرض. فهذه الفترات الزمنية. هلأ نرجع لليوم، قلنا الفترة الزمنية اللي بتلفها الأرض حوالين نفسها مرة واحدة وينتج عنها الليل والنهار. فاليوم هو فترة زمنية مقسومة إلى قسمين، ليلة ونهار. ونبدأ في الليل، يعني بداية اليوم إمتان؟ بيبدأ في الليل وينقضي الليل ويبدأ الفجر، ثم تطلع الشمس حتى تغيب، يعني من طلوع الفجر حتى غروب، أو خلينا نقول من شروق الشمس، خلينا نقول من شروق الشمس أو من مغيب الشمس، منلف لفة كاملة حتى نرجع لمغيب شمس يوم تاني، هذا شو بسميه؟ بسميه يوم. أما الليلة هي من غروب الشمس، من لحظة غروب الشمس لحد إمتى؟ لحد شروق الشمس، هذه الليلة. ومن شروق الشمس حتى مغيب، هذا شو بسميه؟ النهار. ففي عندي ليلة ونهار وتنتين مع بعضهم، شو بسميهم؟ يوم. تنتين مع بعضهم بسميهم يوم. هلأ اليوم تبع الأعور الدجال الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا إياه إنه كأنه سنة، بس لا زال إيش هو؟ ليلة ونهار، يوم. أما على الساعة،
لو انا بدي اطلع على الساعه يعني فتيك تيك 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 عد ثواني وساعات، ما راح تقدر 24 ساعه، بتمر 24 ساعه وكمان 24 ساعه وكمان 24 ساعه وكمان 24 ساعه، قديش؟ 365 مره. كيف بدنا نصلي في الفتره؟ هلا السؤال مثلا هون اخونا الكريم بيقول اذا كان هالقد نهار طويل كيف بدي اصلي؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام شو قال؟ اقدروا لها وقتها، يعني حسبها حسب، يعني انا باجي بقول في اليوم اللي هي الليل والنهار اكم من صلاه بصلي؟ خمس صلوات. اليوم تبعنا اكم من ساعه مكون؟ 24 ساعه، بقسم ال 24 تقسيم خمسه قديش بيطلع عندي؟ اربع ساعات ويمكن 42 دقيقه، للي شاطر في الحساب يحسب لنا اياها، اربع ساعات و42 دقيقه بعتقد هيك يعني. فلما نقول اربع ساعات و42 دقيقه، كل اربع ساعات و42 دقيقه شو بسوي؟ بصلي الفجر، بعدها باربع ساعات و42 دقيقه شو بصلي؟ الظهر، بعدها باربع ساعات و42 دقيقه شو بصلي؟ العصر، بعدها بصلي المغرب، بعدين بصلي العشاء، بعدين بصلي ايش؟ كمان مره برجع من جديد للفجر وهكذا. فبصير عندي كل اربع ساعات اللي هي وحده زمنيه و42 دقيقه في عندي صلاه من الصلوات الخمسه. فهيك في هذا اليوم قديش بكون مصلي انا في الليله والنهار؟ قديش بكون مصلي؟ بكون مصلي 365 مره في ايش؟ ضرب خمسه لعدد الصلوات. وماذا بالنسبه للصيام؟ نفس الشيء، نفس الشيء. شو بدنا نسوي؟ بدنا نحسب. هلا احنا بنحكي في هذا اليوم، في هذا اليوم اذا احنا بنتكلم عن هذا اليوم كانه بده ينعد يوم واحد، ولكن في هذا اليوم انا بدي احسب انه خلال هذا اليوم في عندي فتره زمنيه اللي هي ايش؟ لا، الصيام مره واحده بنحدد فتره زمنيه مقدارها 30 وحده زمنيه من 24 ساعه اللي هي بنحسبها للصيام، يعني يمكن حسابها بقدر انا احسبها. فمن ناحيه صلاه، من ناحيه صلاه زي ما حكينا بنصير نقسمها لاوقات زمنيه. فلا خلينا احنا بدناش نشد على الموضوع، خلينا نتدرج شوي شوي عشان نفهم هذا الموضوع بشكل سليم. فقلنا انه من ناحيه علميه اليوم هو ليله ونهار، وهي الفتره الزمنيه المنقضيه من دوران الكره الارضيه حوالين نفسها. هلا لما نقول انه هذا اليوم راح يكون مقداره سنه من زمان، معناها الفتره الزمنيه اللي بدها تدور الكره الارضيه وهي بتدور حوالين نفسها شو راح تصير؟ ما راح تدور بالسرعه اللي احنا بنعرفها هلا. شو بدها تصير؟ بطيئه، بدها تصير بطيئه. السؤال، لما ستبطئ الارض في دورانها؟ حتى انه اليوم الواحد شو يصير؟ كانه سنه، يعني بدها تبطئ مش شوي، كتير. يعني مش انه اليوم بده يصير يومين ولا ثلاثة، اليوم شو بده يصير اول يوم؟ سنة. وهذا الاشي اول ايام ايش؟ اول ايام خروج الدجال، هذا اول يوم للدجال. فمعناه بطء دوران الارض راح يبدأ مع ايش؟ مع لحظة ظهور الاعور الدجال. وكأنه ظهور الاعور الدجال هو الذي سيكون سبب في ايش؟ في بطء الدوران. نسأل طيب لما ستبطئ الأرض عند ظهور الأعور الدجال؟ هذا السؤال، هذا السؤال. نيجي نتطلع إخواني هلأ على عالم الشياطين، على عالمهم. يعني السؤال الجواب مش عنا، احنا أخذنا من عنا إنه هذا الإشي راح يصير. هلأ نيجي نتطلع، مننقل مسألتنا على فين؟ في عالم الشيطان وحزبه من شياطين الإنس والجن. أول إشي بذكركم إخوان إنه الاعتقاد إنه الأعور الدجال محبوس ما في له اتصال في العالم الخارجي، هذا اعتقاد خاطئ. ليه؟ لانه احنا بنعرف اصلا من حديث تميم الداري انه لما تميم الداري وجماعته وصلوا للجزيره شو لقوا؟ لقوا الجساسه. وهي الجساسه شو كانت تسوي؟ كانت تنقل الاخبار لمين؟ للاعور الدجال، وتنقل اخبار الاعور الدجال للخارج. يعني في هناك طريقه اتصال. الجساسه مخلوق يعتقد انه هو من الجن والله اعلم ومن الشياطين، يقوم على خدمة مين؟ الاعور الدجال، بحيث انه ينقل الاخبار بينه وبين العالم الخارجي. فاحنا من هذا الحديث شو بنعرف؟ بنعرف انه في وسيلة تواصل ما بين الاعور الدجال والعالم الخارجي من خلال مخلوقات بتوصل لعنده وبتنقل اخباره، حتى ممكن تنقل وتدل ناس على فين؟ على
مكان الأعور الدجال وتدخلهم عليه ويحكي معهم. فهلأ اللي صار مع تميم الداري ما في إشي شرعا يقول إنه هو انقطع وانمنع وانحصر، ما في إشي، فلا زال الباب مفتوح للفهم إنه عند الأعور الدجال القدرة إنه هو يوصل ويوصل معلومات أو أناس من أو إلى كهفه بطريقة ما أو أخرى، فهناك تواصل. فمعناه هذا الأعور الدجال اللي احنا بنعرف إنه راح يكون عنده قدرات يأمر فيها السماء ويأمر فيها الأرض، راح يكون معه جبال من الخبز وراح تتبعه كنوز الأرض كالياسيب، عنده قدرات. هاي القدرات من القدرة الربانية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، قد يقوم الأعور الدجال بإيش؟ بنقل جزء من هاي المعرفة أو القدرة لمين؟ لشياطينه من شياطين الإنس من برا، وشو قول لهم؟ افعلوا كذا وكذا وكذا حتى أنه أنا أتمكن من الخروج.